الطحاوية مدينة حديثة أنشاها العثمانيون بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما أقدم الوالي العثماني الشهير والمصلح ضائع الصيت مدحت باشا على إنشائها وتأسيسها عام 1871، وهي إحدى مدن طريق النقل النهري الذي يربط العاصمة إسطنبول ببغداد، وهي تقع على نهر الصقلاوية الذي يربط نهري دجلة بالفرات. مدينة الصقلاوية عندما أنشأها الوالي العثماني هاجر إليها من مختلف المدن العراقية، وأصبحت مدينة للتعايش السلمي، وسكنها من مختلف الطوائف والمذاهب والملل. ولكن بعد أن أصابت الدولة العثمانية الانحلال وقلت العناية بالطرق النهرية، أقدم العثمانيون على تأسيس الفلوجة، وأصبحت الصقلاوية قرية تابعة إلى الفلوجة، ويسكنها العدد من العشائر أكبر وعشير قبيلة المحامدة التي تضم مختلف العشائر، ويسكنها عدد كبير من الناس من مختلف العشائر الأخرى التي تجمعهم صلة الخؤولة والعمومة والمصالح المشتركة. حاليا الصقلاوية تشهد نهضة عمرانية كبيرة لتصبح مدينة جميلة وترتدي حلة قشيبة من العمران والمدنية.